إيه صباح الخير، وأخيرا نجي الصبح. والله كلش كلش فرحان اليوم، لأن أعتقد اليوم رح تجيني ذيك الفراشة ورح تروح تجيب لي أكل من عند السوبر ماركت. طبعا أني أغنى شخص هنا وعندي جزيرة من الدايموند. تشوف تشوف الجزيرة مالتي، أحلى جزيرة في ماينكرافت. أوكي هسه بس خلي أنتظر 5 دقايق لين ما تجي هاي الفراشة. بس قبل كل شي خلي أشوف عندي أكل أو لا. هاي شنو؟ صناديقي كلها فارغة. لا 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 مستحيل، لازم هسه اجيب اخذ الفلوس وانتظر لين الفراشه تجي وانطيها الفلوس وتروح تجيب لي اكل من المول. اوكي اوكي مو مشكله، هسه خلي انتظر احسن لي. اوكي والله صار لي ساعتين ما رايحه. سيدي اللي عنده جزيره مال دايمون، والله اعتقد هسه ظل يزعل من عندي لو شنو. اوكي مو مشكله، خلي اروح السيدي اللي عنده بيت مال دايمون اشوف شنو محتاج، حتى اشتري له من السوبر ماركت اجيب له اي شيء اي شيء يحتاجه. اوكي اني الفراشه الحلوه دائما دائما ساعد سيدي اللي عنده بيت مال دايموند او جزيره دايموند. اوكي هسه وصلت لي. سيدي سيدي ها هلا 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 هلا، تفضل تفضل. اهلا سيدي، تفضل فراشه ادخل تفضل تفضل. لو ما تقدر دقيقه خلي اكسر لك هذا الباب. ما اقدر اكسر لي الباب. اكسر لي يلا يلا راح اكسر لك الباب. يلا تفضل فراشه الحلوه، تعال 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 تفضل. ما اقدر ادخل. ما اقدر، مو مشكله. طيب مو مشكله، تعال ابقى هنا حتى اقدر انطيك الفلوس. اوكي اريدك تروح للمول. اوكي شنو اشتري لك سيدي؟ اريدك تشتري لي شويه اكل، لان الصراحه تعرف الاكل خلص واني ما اقدر اروح لوحدي في تيمت. اوه الاكل خلص سيدي. اوكي اني حاضر اجيب لك اي شيء تطلبه، والله اجيب لك اي شيء بدون مقابل. اوكي مو مشكله، بس لازم انطيك فلوس حتى الناس تنطيك الاكل. اكل سيدي ما اقدر ادخل. اوكي مو مشكله، راح اشيل لك هذا الباب الثاني. اوكي وانت يلا تفضل هسه تقدر او لا. اوكي يلا هذني ستاكين دايموند، اريدك تروح للمال وتجيب لي ستاكين لحم. اوكي ايه سيدي بس اللحم غالي شوي اليوم. يلا هذني 4 ستاكات. اوكي وياهن الباب بعد شتري. اوكي راح اجيب لك سيدي 4 ستاكات لحم. اوكي اوكي مو مشكله، الله يعطيك العافيه. اوكي ها في طريقك، اريدك تسلم على اخوي هذا. اوكي لقبالي قل له سلم عليه. تمام سيدي، بس تعرف يعني هذاك بيت الجزيرة مالته من ديرت، يعني شوية أحسن من عنده. إيه أحسن من عنده، لأنه هو يعني غار مني وما أدري شنو وصار يتعارك، فأجت البعوضة وبنت له شلون أقول لك يعني جزيرة من الديرت. أخي كيف؟ سيدي اسمعني سيدي، أنصحك لا تتكلم مع هذا الشخص ما يستاهل. أوكي مو مالك مالك مو مشكلة أخوي الفراشة. أوكي سيدي محتاجة من عندك طلب بسيط. ها مو مشكلة مو مشكلة، يعني تعرف أنا حشرة وامي ضربها بالنعال وهسه هي بالمستشفى. الله الله الله، امك ضربها بالنعال؟ لا لا وماتت امك؟ امك ماتت لو قاعده الدكتور لا لا ما ماتت، الدكتور قال لازم تجيب ستاك دايموند واني ما عندي، وجيت اطلب من عندك ستاك دايموند حتى انقذ امي. اوكي مو مشكله، راح نعطيك ستاك دايموند، بس اكو مهمه اريدك تسويها. اوكي سوي اي شيء مقابلك سيدي، مقابل تنقذ امي. اوكي المهمه هي اريد المتابعين يضغطون لايك ويشتركون بالقناه ويفعلون جرس التنبيهات. حط انطيك ستاك دايموند يا ستاك. اوكي اوكي موافق شباب، بنات لايك اشتركت في جرس التنبيهات. اوكي تمام يلا تقدر تاخذها هسه. اوكي اوكي شكرا شكرا شكرا. طيب شكرا سيدي، والله ما راح انسى فضلك، والله انت افضل شخص بالعالم. اوكي سيدي يلا مع السلامه. يلا مع السلامه. اوكي 15 دقيقه اريد الاكل يكون موجود. اوكي ان شاء الله سيدي يلا مع السلامه. يلا يلا مع السلامه. اهلا سيدي الدكتور. اهلا وسهلا فراشه، شلونك؟ هلا هلا فراشه. الحمد لله وشكرا، انت طلبت من عندي اجيب ستاك دايموند. اي الصراحه طلبت من عندك ستاك دايموند. اوكي يلا اعطي ستاك دايموند. بصراحه الدكتور والله اتمنى تسامحني بس تاخرتش بشكل مو طبيعي، هذا مال دايموند جبته بس تعرف صارت عندي مشكله طارئه. اوكي مو مشكله، عطني ستاك الدايموند وبعدين اكو شيء اريد اقول لك اياه. هذا ستاك الدايموند سيدي، هذا ستاك الدايموند. اوكي هذا يلا حبيبي مشكور، بس هذا بلوكات اريد حبحب، اريد حبات. العفو سيدي خذني التصرف فن وخذ البقيه كلها لك، امشي امي تعيش. خلاص راح ارجع لك كل هذني. اخوي الصراحه اكو مشكله كلش كلش كبيره. اوكي شنو سيدي؟ تعال تعال تفضل معي، تفضل فوق 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 فوق. للاسف جاي زين دكتور، شنو صاير؟ بس قلي بس لا ماتت امي. يا اخوي للاسف للاسف اخوي، امك اكو واحد شنو للاسف؟ امي وين امي وين امي؟ هاي امك الصراحه اخوك، اكو واحد ضربه بالنعال. امي ماتت، من ضربها بالنعال 45؟ امي يما 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 فراشه كبيره جاوبيني يما يما.
يما هذا من ضربه دكتور؟ من ضربه يما هذا الدكتور؟ جاوبني. والله للاسف اكو واحد حسباله بعوضه فطقها بضربه نعال قياس 45 فكته على السريع. والله الصراحه اسف اخوي الفراشه. يلا مع السلامه. يما هذا يما هذا اي هسه تمام هسه اوكي هسه خلصت البعروره مالتي. خلي اطيح لا تبعون عيب لا تبعون اوكي خلي اطيح البعر هسه طيحت البعروره مالتي. اليوم الحمد لله ما عندي ما يسمح. اوكي تعرفون وصخ ما اسمح وصخ. اوكي مو مشكله هنا انا ايضا ما عندي ما يغسل. اوكي مو مشكله خمسه خلي امسح ايدي بالشجر هاي. امسح اوكي هسه اصعد اوكي هسه راح تجيني البعوضه الشريره او النحله او اي حشره تجيني دائما يجيب لي اكل. تعرفون انا متعارك ويا ذاك البيت مال الشجره مال شو اسمه الجزيره مال دام خابص روحه وشايف نفسه عنا ادي هو غني انا ما سلم انا احسن من عندك. شوف شنو عندي بكل عندي دايموند واحده سرقتها الحمد لله والشكر وخبزة تبرع لي بها احد الكره مال البسطاء. هسه انا خلي انتظر هاي البعوضه الحشره شي تجي وراح تجيب لي اكل خرافي حتى ان شاء الله اطلب من عندها خليها تسوي بعروره مره ثانيه حتى ما تجي لها الحشره. نعم اليوم انت ليش تندومي؟ اوف هسه شورطني كل يوم راح اروح لهذا الفقير وما ادري شنو اروح اخدمه. هسه ليش ما اخدم هذا الدايموند؟ والله شلون وضعيه هاي؟ اوكي مو مشكله. السلام عليكم اخوي. هاي اقعد هاي اقعد اخوي اقعد. ايش دا تسوي؟ اقعد. اهلا بعوضه. اهلا بعوضه شلونك؟ ها اليوم كيف اقدر اخدمك؟ يلا على السريع ما عندي وقت اضيعه. تعرفين بعوض انا الماي مالي خلص وما ادري شنو يعني هاي ان شاء الله بسيطه تعرفينها. اي اكيد الماي اعرف. تريد اجيب لك ماي لو لا 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 عيب شنو تجيبي لي ماي؟ اكبر وسخ بالدنيا ما اريد ماي. اوكي ما خلاص. طيب ايش تريد اجيب لك؟ يلا ما عندي وقت هسه خلي اروح لواحد ثاني. دقيقه تعال سمع ها شنو؟ اني سرقت هاي الدايموند سرقتها من ما علي سرقتها المهم هاي اخذيها. اريدك ترحين تجيبي لي بيها اكل ستاك لحم. اوكي مالك شنو حب الدايما تريدني اجيب لك بيها ستاك لحم تستهبل؟ اي اوكي جيبي لي ستاك بارور. اوكي روح جيبي لي ستاك بارور. ستاك بارور انا شورتني وصرت اشتغل مع ذاك الجزيرة اللي من الديرة. والله مو وضعي هاي. هسه ليش ما اشتغل مع هذا الدايما؟ كان ينطيني ستاكات دايموند وواي فلوس وينطيني اكل مقابل وما ادري شنو. اوكي مو مشكلة الحمد لله والشكر على كل حال. اوكي هسه خليه يشتري له هذا كيلو بعلول ما ادري بعرور. السلام عليكم اخوي. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا اخوي. الصراحة عندي حبة دايموند اريد اشتري بيها ستاك بعرور عندك او لا؟ شنو تشتري ستاك بعرور؟ ايه اقصد لحم يابا. نم. لحم. انت تعرف اليوم اللحم سعره شوية صاعد. ايه اخوي عندي فلوس. ستاك مال اللحم. تريد تشتري قطعة لحم واحدة لو ستاك لحم؟ والله الصراحة عندي حبة دايموند واحدة. كم تقدر تجيب لي من لحماية؟ والله بصراحة حتى بعرورة ما تقدر تشتري بيها فأنصحك تاخذها وترجعها لي ما جبتها. طيب خبز ما أقدر أشتري بيها الخبز؟ خبز خبز الواحدة باثنين دايموند بصراحة يعني تعرف وضع كورونا. طيب أكو جزر أي شي هذا أريد أشتري أي شي. تعال يا أمي تعال شوف هاي هنا الصندوق الاول بيه عيون عنكبوت هاي غالي كلش نادره. الصندوق الثاني بيه بيتزا تعرف البيتزا غاليه. الصندوق الثالث بيه هذا الحساء. هذا الحساء صح رخيص بس بعشرة. يا اخي قل لي شيء بحبه دايموند اريد اشتري شيء اللي بحبه دايموند لا تبقى تقلب لي المحل كامل. دقيقه تريد تشتري شيء بدايموند؟ اي تعالي وينه 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 نم 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 دقيقه تعال تعال مدري شيب دايموند على شيب دايموند لقيت شيب دايموند. يلا عطني بس عطني اول مره تطيني الدايموند ده. يلا تفضل. اوكي هاي دايموند ده وهاي شي اللي بعد دايموند خذها وروح هاي اعتبرها شنو معايا يا بت استهزفيني يا شنو؟ لا 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 هاي حلويات تعال هاي حلويات حلوه تقبل. اوكي مو مشكله خلاص اوكي مو مشكلة هسه خليه يرجع طعم البرتقال هاي. اسكت خليه اروح ارجع لسيدي احسن لي. سيدي يلا منو يجي؟ يلا جبت لك اللي تريده. اهلا يلا جبت لك حلويات يلا تفضل هذني حلويات يلا. ها شنو؟
ايوه بحب الدايموند. هاي تورتش يا غبي، هاي تورتش الشمعه هاي. اي شمعه هاي بحب الدايموند. مو قلت لي انت تريد شو اسمه تشتري ايش بحب الدايموند؟ يا غبي اسمعي اسمعي يا بعوض اسمعي. شنو؟ انا شورطني وجبتك تشتغلين وانت مجرد يا اخي. شو اسوي لك؟ يعني هسه تريد تجيب فراشه لازمك ستاك كل يوم تنطيها ستاك مجاني. يعني عندك ستاك دايموند؟ انا ما عندي. اوكي اجت الفكره. انا حتى بلا فلوس اقبل اجي اشتغل عندك، بس اهم شيء لازم اقرصك. تعال تعال عضك تعال. دمك اليوم حلو وش ماكل؟ ترى سوي معروض عليك وخري. اوكي خلاص بس اوكي شبعت. يعني اذا انطيك ستاك دايموند تجيبي لي اكل زين؟ لا اذا ستاك دايموند تجيك الفراشه مكاني. انا تعرف انا ما اشتغل بفلوس، فهمت؟ بس الفراشه تشتغل بفلوس. فكره حلوه. اوكي ان شاء الله باكر اجيب ستاك دايموند. وانت بعوض الكريهه بعد ما احتاج. شاء الله خليتي مطروده. يلا خليك مطروده ولا مطروده حتى احسن. ولع خليها اشوف لي واحد ثاني. بعد لا تجين هذا البيت، اذا تجين اطردك بالنعال. اسكت ورع. عجيب يا اخي، هاي الفراشه صار لها اكثر من 3 ساعات ما اجت. انا قلت لها 15 دقيقه حتى تجيب لي لحم. والله الصراحه كلش جعت اني، وما عندي في الصناديق ولا حبه لحم. والله ما ادري ايش قصه هاي الفراشه. ها شنو؟ ها منو؟ سيدي ساعدني سيدي. شنو شاكو فراشه؟ شاكو تعال تفضلي تفضلي فراشه. امي ماتت. شنو؟ شلون ماتت امك؟ شلون؟ اكو شخص ضربها بالنعال قياس 45. اكو شخص ضربها بالنعال قياس 45. عجيب. اي سيدي، يعني لو ضربها بحذاء لو بشحاط افضل، يعني يضربها بقياس 45. الله اكبر عليه. الله لا يوفقه. بس والله الصراحة عندي شك في هذا الورع. أنت أمك دوما تجيب من هاي المنطقة مو؟ إي زيد دائما تجي من هنا. هذا البيت مال الجزيرة الطاهرة. والله متأكد 100% من إنه هذا الشخص اللي دوما يساوي بعرور. متأكد 1000000% إنه هو اللي قتلها. إيش رأيك نروح ننتقم منه؟ سيد لا أنا راح أروح أتأكد بنفسي. أوكي أوكي خلاص أنت روح أتأكد بنفسك. بس ما قلت جبت لي اللحم أو لا. جبت لي اللحم أو لا؟ اللحم جبت سيدي. هذا اللحم شوف. خلاص مشكور الله يعطيك العافية. مشكور. طيب سيدي عندي طلب بسيط. اوكي شنو هذا الطلب؟ اريدك باكر تروح له وتستجوبه، تقول له تعرف هاي الفراشة لو لا. مالك راح اكلم منظمة الحيوانات العالمية واستأجر لي تنين حتى اقدر اتنقل. اوكي اوكي سيدي. اوكي مشكور. اوكي مشكور. انا رايح لبيتي. يلا مع السلامة. يلا مع السلامة. امي ماتت. يلا تصبح على خير. كلش حلو. وصلت الطلبيه. هاي شنو؟ اجت طلبيه. هاي شنو؟ طلبت تنين. اجاني ابو صابر. هاي ايش اسوي بيه انا يا ابو صابر؟ عجيب. اريد تنين. بالله اقدر اعبر بابو صابر؟ والله ما ادري. اوكي خلي اعبر. يلا ابو صابر اريدك تطير هسه. يلا 1 2 3 روح ابو صابر طير. كفو ابو صابر واخيرا وصلت. والله ابو صابر طلع يقدر يطير. والله عجيب. كفو صابر خلاص روح انقلع. روح انقلع. ها شنو هذا الصوت؟ ها شنو؟ ايش تسوي هنا؟ اطلع. يا اخوي جيتك في شغله كلش مهمه. اوكي اوكي بس عيب لا توقف. طيب شنو هي الشغله المهمه اللي جيتني بها؟ استعجل بسرعه لان انت لازمك. انت اللي قتلت الفراشه الام او لا؟ ايه او لا؟ لا والله ما قتلت. ما قتلت. كذاب كذاب كذاب. اعترف او هسه جزيرتك كامله لاستاجر تنانيني او وذر بوس يمين بالله يجون يفجرونها. دقيق زين. اذا تقول لي انا قتلت الفراشه من شنو؟ عندك دليل؟ انت اللي قتلتها او لا اخوي؟ انت اخوي جارتك. عندك دليل؟ عندي إيه عندي دليل. عندي دليل. عندي دليل. ذيك الفراشه كانت تبكي وما ادري شنو، وراحت للمستشفى وقالوا له امك وابوك ماتوا وما ادري شنو. يلا هسه اريدك تعترف او يمين بالله هسه استاجر وذر بوس يجي يفجر جزيرتك. يلا اعترف. انا هم عندي عذر. انا 24 ساعه اسوي بعروره، يعني ليش راح اقتل الفراشه؟ يلا خلاص مكان مال بارور كسرته. اوكي اي البارورة خليها كسرها. ماكو راح اعتذر. راح اعترف. اعترف يلا اعترف. اعترف او كسر لك المكان مال بارور. يلا ها شنو؟ شوف انا هنا كنت اسوي بعروره
الصبح اجت لي البعوضه تعاركت وياها وطردتها. اوكي تعرف البعوضه مالتي دائما تجيني. اي البعوضه مالتك لان ما تقدر تستاجر فراشه لان فراشه كل يوم. هي رحت سرقت الساق دايموند من بيتك الحمد لله. يا كلب واني اقول ليش الصندوق ناقص ما بيه دايموند. اي خليك يمي خليك يمي سانو ساكو. سرقت من عندك دايموند انه فجاه جت لي هاي الفراشه الام قالت لي صرت تغني لازم اساعدك ما ادري شنو. قلت لها اريد اشترحين تجيبي لي كيلو بعرور. تعرف جابت لي جابت لك كيلو معقم تريد تنظفني تقلي ريحتك خايسه صار لك مليون سنه ما سابع. جبت لنا نعال وين نعال دقيقه نعال قياس 45 اكبر من هاي الجزيره. شلت شايف جوجو شلون يسوي هامي هامي نعال قلت الفراش ضلت ضلت صيح. طيب اكو شغله اريد اقول لك اياها بالله. باو هناك باو شوف شاكو اكو شغله كلش خطره. ويني هناك جوا اعتقد الفراشه مو يا ورع هيك سيدي سكت لو طيحه برا العالم. يلا هسه لازم انت تموت. يلا واحد اثنين ثلاثه روح.